مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه المحمديه. الاكيد لانه بزاف ديال الناس كيتعرضوا للنصب في المغرب وفي العالم، وكنشوفوا هذا الشيء بزاف، لكن الطريقه اللي تعرض بها الاستاذ النصب كانت شويه ذكيه من هذا النصاب اللي عنده ضحايا داخل السجن. كذلك كنعرفوا ان اي واحد كيخدم وكيضرب تماره على الرزق ديالو كيجي شي واحد يديها بارده، فهذا الشيء ما كيتسكتش عليه. كنتمنوا انه رجال الامن يلقاو القبض على هذا المجرم في اقرب وقت. وهذا السيد حتى هو دار مكافاه عفوا لاي واحد شاف الكاميو ديالو، غادي نوريكم الصوره ديالو دابا شويه، انه يتصلوا به. غادي نخلي لكم تعطيني رقم التليفون باش نديرو في التعليق. غادي نبداو ان شاء الله. شيماء عطيني الرقم ديال التليفون. نعطيك دابا رقم التليفون. 06-07-06-07-06-07 قولها في الميكرو. 06-07-13-03-22 هذا هو الرقم اللي حاول يتصل به اي واحد لقى شي معلومات على الشاحنه او لاي واحد عنده اي معلومه عليها. واخا عرفنا براسك استاذ وعاود لي بالضبط شنو وقع. بدايه حنا الشركه تنخدموا في مجال ديال توزيع المداول الغذائيه للفنادق والمطاعم، وهذا الكاميو في بارتي بلا فلوت اللي عندنا هو السيارات. وهذا السيد هذا اللي جا خدا من عندي الكاميو جا عن طريق واحد السيد تنعرفو وسيط عقاري، يعني وسيط عقاري كان عاد شافنا واحد المغازن خدمنا فيه ديبو، وقال لك راه كاين واحد السيد بغا يخدم. هذا جا عندي مع 8 ونص الصباح، عطيتو الكاميو على أمانة الله. يعني الناس كلشي اللي تيخدموا معنا راهم ثقة، تيجيو تيكونوا في الثقة والمعقول. دونك صراحة السيد في الجنة الأول والله عمر هذا والو، بغيت نخدم على وليداتي وندير ونفعل. وهذا هي ديك الكاميو كان واقفه مدة كبيرة، تقريبا شي 7 شهور واقف، لأن هاد فترة كورونا لوطيلات والريستورات ما كانت لا خدمة لا والو. وأنا قلت له جملة واحدة، قلت له هفاك الكاميو يبقى واقف الله يعطيك الصحة ما عنديش فيه مشكل، ولكن المشاكل لا. قال لك أنا عندي وليدات وبغيت نخدم وهذا صافي، عطينا الكاميو ومشى كيخدم. بقى زعما تيكون هنا قدامنا وبقى. ومن بعد واحد الفرصه قال لك راه كاين واحد الشركه غنخدموا معاها وغنديروا وفعلوا وكذا. قلت له امين ما كاين حتى شي مشكل. دونك بين قوسين شكر كبير للنيابه العامه ديال المحمديه ولا الامن ديال المحمديه، الله يكثر خيرهم اللي ما تدخروا حتى شي جهد، زعما ديما اليكوت وتيسمعوا وتيقول لك شنو كاين. وقال لك حنا تنقلبوا تنتعاوننا، قلبوا اي حاجه وفي اي وقت لقيتي الكاميو ديالك ولا شتيه ولا سمعتيه اتصل بينا في اي وقت شتيه ولا هذا، اتصل بينا حنا معاك ما كاين حتى شي مشكل. دونك كان الميساج اللي بغيت نوصل، الله يكثر خيركم والله يرحم لكم الوالدين. الكاميو هو من نوع ميتسوبيشي فيزو، الترقيم ديالو هو 85-58-8H1. عاودها الكاميو الترقيم ديالو هو H1 ماتريكولي في الرباط، البلاكا 85588. هو شاحنه كبيره جديد فريمون جديد، تنقول جديد لان كان غادي في الطريق راه يبان لكم راه قرطه. عنده اون كابين كبيره اللور ديال 6 متر، الصندوق اللور ديالو كبير فيه 6 متر فوالا. تقريبا دابا هادي شهر باش ما بقيناش كنشوفوا الكاميو. يعني الله يكثر خيركم اللي عنده اي معلومه على اي واحد بان عليه شي كاميو جديد اولا شي كاميو كيتباع اولا شي كاميو محطوط في شي ديبو مغبر اولا شي شركه كتخدم بهذا الكاميو اولا كراو لها شي هاد الناس اللي خداو الكاميو كراو لشي شركه ولا شي حاجه، الله يكثر خيركم يتصل بينا. وكما قالت الاخت ماريا المكافاه راه 10000 درهم، تقدر تكون اكثر، زعما اي واحد عنده اي معلومه تقدر توصلنا للكاميو اقرب وقت. ما نكذبش عليكم، كاين شي علامه مكتوبه في الكاميو ولا شي حاجه سميتكم ولا شي حاجه مكتوبه؟ كانت ولكن سيغتان مون تمسحات، فهمتي؟ كانت ولكن سيغتان مون تمسحات، اذا كانت شي حاجه راه سيغتان مون تمسحات. حتى البلاكا راه محتمل انهم يحيدوا البلاكا، من المحتمل غالبا انهم يحيدوا البلاكا. ولكن هنا بهذا المساج هذا كنتوجهوا الله يكثر خيركم الناس ديال الشرطه والدرك الملكي اللي تيتوقفوا حتى هما في السدود، بالنسبه للطوليات، بالنسبه للناس ديال لي فيراي. الله يخليكم، حنا واحد الشركه على قد الحال ما عندهاش فين تهز بحال هاد الدقات. يعني ما ديجا الحمد لله هاد العام ولا هاد العام ونص حنا شبعنا عصا، ما عندناش فين نزيدو العصا. كثر خيركم. بالنسبه للترقيم ديال الاطار الحديدي ديالو تي اي غريك بي اف او سي 71 ك ال دي اكس 12723، هذا النمره ديال الشاصي تي اي غريك بي اف او سي 71 ك ال دي اكس 12723.
بالنسبه للصوره ديالو ها هي، نحاولوا نشوفوا الى قدرات تبان لكم. انا غنوريها للناس هنايا بعدا، شوفوها لك بالبيض والكحل، ومن بعد ناخذها في البورطابل حيت الناس بزاف كيسولوا على الصوره. دونك هذه الصوره ديال الشاحنه. هي هذه الصوره ديالو، نشوف في البورطابل عندي كيفاش باينه. هذه بالنسبه لي ماتريكولاسيون، ها هي غتبان ب1 85 588 ه1 855 88 دونك الناس اللي بغاو يسكرينيوها ويشوفوها ان شاء الله غادي نوريوها. اولا من اللور راه البلايك ديال الدوبل في كانوا باقي لاصقين فيه، يعني تلصقات البلاكه فوق منهم، راه دوبل في دوبل في 24 30 59 24 30 59 دوبل في دوبل في. دونك لايك السوارت ديال الدوبل راهم مازالين عندي. الناس كيسولك على الجي بي اس، غير باش تشرح. لا قطعوا الجي بي اس، هادي من الحوايج الاولين اللي داروا، ان الجي بي اس قطع مالوزمون، يعني كان الجي بي اس وحيدو. العلامه الثانيه واللي مهمه جدا، ان هاد الفروج انتي اختماريه شتي هاد الضو هذا القدامي اللي من جهه الشافور راه مهرس، الضو ديال الليل الفروج القدامي مهرس، الضو القدامي راه مهرس وكانت فيه السكوتش. والعلامه الثانيه واللي مهمه هي جدا، ان هذا الصندوق، هاد الصندوق هذا منين كيتحلوا الباب كاينه هاد البياسه هادي باش كتشد الباب ملي كتحل، جهه كاين فيها والجهه الاخرى ما كاينش فيها، يعني اي صندوق بان لكم بهاد العلامات راه ديالنا، واخا تلقاو غير الصندوق بوحدو راه نقدروا ابتداء من نور، يعني اي بيست الله يكثر خيركم عاونونا فيها. هادي من الجهه الاخرى، من الجهه الاخرى ها هي راه ما كايناش داك البياسه باش كيتسد الباب. وبالنسبه للور، لي فيغوج ديال اللور هما راه فيهم الشبكه، لي فيغوج ديال اللور راه فيهم الشبكه. دونك وبالنسبه للداخل ديالو راه جديد، فريمون جديد. شحال تقريبا عنده هذا الكاميو؟ يلاه خديته. عنده عاموس جديد. وشوف عاموس، وتنقول لكم فتره ديال كورونا عام ما تحركش يعني كاميو فريمون جديد اونيتمون جديد. دونك شنو كاين شي معلومات؟ شي واحد قال لك المعلومات ديالي انا؟ باش صافي غير كيصيفطوا تتسالي تتسالي. داكور، دونك شكرا على التفاعل ديالكم، الحمد لله الميساجات هما بداو كيوصلوا، الله يكثر خيركم. كنأكد لكم بان المكافأة تقدر تكون أكثر من 10,000 درهم، لأن تخلط قلة الأمانة مع السرقة مع الحقرة مع إنسان جا عندك ما يمكنلكش ما تخدمش. الناس اللي جاو عندك، اللي جا عندك ما تخدموش ما يمكنش. هو صراحة لي كونديسيون ديال الخدمة دابا أنا تبدلوا، لأن لقيت راسي ما اللي غايجي خصك تقول له عطيني راه في شونطخو بخيميتخيك ديالك، وما خصكش تبقى تحس في الناس ولا تحلف الناس. أنا مسلمين ما يمكنش ما تحلفوش بهاد ضياتنا. السيد جا عندي مع 8:30 الصباح، عطيتو الكاميو على أمانة الله. واش انا بغيت نطريف الخبز نخلص التريطه ديال الكاميو، ناكل حتى انا طريف الخبز، ولا بغيت تهبط عليا الهبطه هذه كلها؟ لا. دونك الله يكثر خيركم، انا تايق في الناس. درتي ديكلاراسيون عند البوليس؟ بيان سور، درنا ديكلاراسيون عند البوليس، درنا الشيكاين وكيل الملك. ثاني مره كنعاود ناكد على الشكر للنيابه العامه، الله يكثر خيرهم، والشكر الكبير الكبير جدا الناس ديال الفرقه القضائيه، الله يكثر خيرهم. شكرا بالرئيس ديال الفرقه القضائيه بالضباط كاملين، الله يكثر خيرهم، واقفين وما تيحكوش في راسهم، الله يكثر خيرهم، الله يرحم لهم الوالدين. كنعاود نشكرهم، الله يرحم لهم الوالدين. دونك هما تيقول لك في اي وقيته لقيتي اي معلومه عندك في اي لحظه اجي حنا معاك، ولا اتصل حنا معاك في ليل ولا نهار، ما كاين حتى شي مشكل. وقت ما مشيت عندهم راهم ايسون اليكوت. دونك شوف تي في القناة الوطنية رقم واحد، الله يكثر خيرها، حتى هي راه ما تعطلاتش عليها ملي قلنا لها عافاك شنو كاين. الله يرحم لكم الوالدين، انا تايق وحاس بان هادشي غيتلقى في اقرب وقيته، والله يكثر خيركم. دونك اي علامة كبير حتى في المغاربة راه اكيد غادي يقلبوا. كنشوف لي كومونتير كلشي ناس متفاعلين الحمد لله. فقط كيكتبوا الماتريكيل راه غلطتوا فيه، هو 855 89 ها. نو 88 لا 88 88 في الاخر. 88 في الاخر، 855 88 ها. دونك ما غلطوش انا. واحد على اي اللي كيدير بحال هاد الافعال كنتوقعوا منه انه تيبدل الماتريكولاسيون، ويمكن يدير بزاف ديال الحوايج. دونك الله يكثر خيركم. اي كاميو كان سوسبي، يعني حتى اللي عنده شي جار، حتى اللي عنده شي طول يحده، حتى اللي شي لافيراي، حتى اللي شي فيرما، بان له شي كاميو كبير دخل شي بلاصه هذه مده ديال شهر، اولا شي شركه اولا غير اولا كذا، شك في اي حاجه
يتصل بنا، حنا نقدروا عندنا الدوبل ديال الكاميو، عندنا كلشي، نقدروا نديبلاصو في اي بلاصه ونجربوا ونسولوا. يعني اي واحد بان له شي كاميو هذه شهر عاد ظهر في شي بلاصه، اولا ما عرفت يقول لك ما عرفت صبح اللي كيهبطوا بهم للصحراء اولا شي حاجه. وكنعاود ناكد الله يكثر خيركم لي باراج ديال البوليس، الله يكثر خيركم، الله يجازيكم خير، لي باراج البوليس، لي باراج الجدارميه، حنا عهدنا فيكم ديما انكم زعما واقفين في جنب المواطنين. انا ما حتى الشاب ما يعني تنخدم الله يحسن العون، ما عنديش في الناس ضربه بحال هكا. سورتو ان سورتو ان لورغانيزم دو كريدي ولا ان لاسورانس ما كيعرفوش خيانه الامانه، ما كيعودوا عليها التريال. يعني خصني نبقى نخلص تريتات كل شهر كل شهر كل شهر، هادشي اللي كاين. صعيبه والرجاء في الله كبير. شحال ديال الوقت دابا باش وقعت هادشي؟ هادي تقريبا العمليه كلها ليها شهر، شهر ليها شهر تقريبا، شهر ليها شهر. وشهر دابا ديكلاريتي فاش وقع المشكل؟ لا ديكلارينا تقريبا 10 ايام ولا 15 يوم باش ديكلاري. هادي قلتي واقيلا غيجي ربما يرجع. بيان سور واقيلا، حتى دابا باقي كنقول واقيلا غيجي، حتى دابا انا ما كان، لان حتى السيد منين كيتصل بيا تيقول لي انا كنقلب لك، هو تيتصل بيا بريفي. هو اه وي تيتصل بيا. شنو قال لك؟ تيقول لي انا كنقلب لك على كاميو، كيقول لي انا براسي داوه ليا. تيقول لي انا داوه ليا الكاميو ديالك، انا ما عارف لا هو لا غيره لا حتى شي حاجه، انا كنقلب على الكاميو ديالي. ما نقدرش نتهمشي واحد نقول له انت ديتي، لانه كيتصل بيا كيتصل بيا بريفي ديما، ما مره ما جوج ما خمسه ما 10، كيقول لك شوف انا راه كنقلب لك على الكاميو ديالك، انا ما سرقت ما نصبت ما درت والو، راه حتى انا داوه ليا الكاميو، راني كنقلب لك على الكاميو ديالك، كنوعدك غنلقاه لك. دونك هو راه كيقلب من جهته وحنا كنقلبوا من جهته. لا كون كان ماشي هو اللي غادي يجي عندك راه يعيط لك من النمره ديالو. الله اعلم الله اعلم. فكنتمناو من هذا السيد اللي كان بصح غيتوضر ليه الكاميو يرجع يقلب ويجي عندك يواجهك ويهضر معاك. ما كاين مشكل، انا الله يسامح انا ما بغيت والو، بغيت الكاميو ديالي، ما بغيت حتى شي حاجه، الله يسامح ما كاين والو، الخليفه على الله سبحانه وتعالى. وعافاكم اي واحد شاف لو فيديو يبارطاجي في الصفحات، والله يكثر خيركم. دونك وكنعاود نقول اخر حاجه، هادي راه ماشي مكافاه، يعني بنا راه مكافاه غير شكر وتحفيز، الله يكثر خيركم. راه تقدر تكون اكثر من 10000 درهم، الله يجازيكم خير. شكرا شكرا جزيلا، شكرا. ان شاء الله باذن الله فقط غادي ممكن نصوروا كارت غريز ولا بيان سور صوروها للناس. ها هي الماتريكيل ديال الكاميو، وهادي النمره ديال الشخصي وداك الشيء كامل. هاي هي النوع، دونك ها هو الكاميو. فقط نعاود نوريه للناس، هذه العلامه اللي كاينه في الصندوق، هذه اللي كاينه، هذه النقيطه هذه اللي كاينه في الصندوق هنا باش كتحل الباب، ومن الجهه الاخرى راه ما كايناش. دونك الله يكثر خيركم، الا جا حتى شي واحد الا جا حتى شي حد يشري هذه البياسه هذه باش يضرق هذا العيب اللي هذا، الله يكثر خيركم، راه يقدر يكون سوسبي. يكون اه الله يرحم بها الوالدين. فين بلاصه تسرق لك الكاميو كيسولوا الناس؟ في المحمديه، في النواحي المحمديه، حتى حنا نسلم له هنا، نسلم له هنا في باب المحل ديالو. في باب ديبو على اساس السيد غيخدم معنا وهذا وشيفو، عطانا الوثائق ديالو عطانا كل شيء. دونك نتمنوا من الله عز وجل. كنشوف حتى المواطنين متفاعلين معاك وقال لك حنا الا شفنا غادي نقولوها لك بلا مكافاه بلا حاجه، هو غير يرجع لك الحق ديالك. لا ما بغاوش مكافاه، يورينا شي حد نديروا فيه الخير ولا شي حاجه، هذه صافي، هذا نادر انا ندرته الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله رجع مادام النيه ديالك خير، ان شاء الله باذن الله ربي ما غيضيعش لك حقك. يا رب. وتا حاجه عند الله عز وجل ما كتضيع. فكنتمنى من المشاهدين اللي شاف هذا الكاميو يتصل بالسيد عبر الرقم 06-07-13-03-22، عاود الرقم 06-07-13-03-22 فيه واتساب، فيه كلشي، يقدر يصيفط لكم حتى الصور عبر الواتساب باش تشوفوا معاه الكاميو. كاين الماتريكيل كذلك 855-88-H1، 855-88-H1. الله يجازيكم بخير، اي واحد شاف هذا الكاميو في شي بلاصه يتصل، فقط هو تحفيز الناس اللي لقاو اولا شافوه في شي بلاصه يتصلوا به، وكاينه مكافاه ديال 10000 درهم او اكثر. نتمنوا انكم الرقم هو 06-07-13-03-22. شكرا شكرا. اذا شكرا ليك، ونتمنى من الله عز وجل انه الكاميو ديالك وحقك يرجع ليك في اقرب وقت. شكرا ليك، وشكرا لكم مشاهدينا انتم على المتابعه، والله يكثر خيركم، ونتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.